بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. وعاد الدوري العام، ولكن عودة وإن كانت منطقية إلا أن نتائجها مش منطقية. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في برنامجكم ملك وكتابة. بالفعل عادت المسابقة الأكبر والأشهر والأهم، وعاد معها الصخب والمشاكل والاتهامات. أعتقد المستوى العام للمسابقة في معظم المباريات واضح جدا أن هو انعكاس لمسابقة أو بطولة كأس الأمم الأفريقية، والحالة الإجهاد اللي ضربت عدد كبير من لاعبي المنتخب يا باشمهندس، وأعتقد ظهر أثاره على معظم الفرق اللي كان منها دوليين. حاجتين. ولازم الناس تبقى فاهمة دي. يعني وهم بتتكلم على فرقها وبتقيم الأداء ومش عاجبهم الأداء، لازم يعرفوا أن هذا أمر منطقي جدا. اللعيبة يعني الأغلب بتاعهم بقالنا أكتر من شهر مفيش ماتشات رسمية، مفيش احتكاك، فطبعا الشكل الرائع اللي كان فيه الدوري في آخر أسابيعه لابد يبدأ من نقطة الصفر تاني، وخصوصا مع أندية القمة. وده ظاهر جدا في النتائج. لأن على ما يجي الانسجام، على ما تيجي لياقة الملعب، على حتى التحكيم نفسه مش راجع بقوة زي ما انتهى. أخطاء عجيبة جدا. الجزء الثاني، اللعيبة الدوليين بقى تعالى نخش للأندية الكبيرة، أندية المقدمة تحديدا الأهلي وزمالك أكثر متضررين. يعني لعيبة أساسية في الأهلي وفي الزمالك ما لعبوش الماتش اللي فات، كانت النتيجة أن تأثر أداء الأهلي وتأثر أداء الزمالك وبان على النتيجة. وإن كان ناس هتقول لك ما أنت عندك البدائل، ما هو البدائل ما فيش احتكاك، يعني البدائل دي ممكن مع تقدم الدوري هتجهز. تبص تلاقي ما تدفع بواحد باثنين، تبص تلاقيهم ينخرطوا. اذا واحنا بنقيم، لان انا شايف في قسوه شديده على الفيسبوك، لان زمان كان القعده والكلام اللي بيتقال في البيوت كان في البيوت مش بيوصل لحد. دلوقتي كل كلمه بتتقال في بيت، في قهوه، في شارع، الافاق المفتوحه خلاص وصلت صحيح لصاحب الشأن. فالمشهد مرتبك جدا، ناس زعلانة وناس مبسوطة. وبعدين الأكثر من كده بقى، إن بقى إيه التقييم بالهاف تايم، بالواقعة، بالتغيير. فأنت قاعد طول الوقت لو بتتابع لازم ترتبك، والحل إنك ما تتابعش، وده مش منطقي. لازم تتابع وتشوف، لكن خلينا كلنا نفهم ان احنا في بداية، نستنى شوية لحد العربية ما تسخن، مش هنقرص على العربية عشان الموتور ما يفوتش. عشان كده اعتقد حلقة النهاردة فيها اربع موضوعات مهمين جدا، كل واحدة لها علاقة بالتانية. بدايتنا في ابرز العناوين، الاهلي ومنتخب الشباب وازمة لها لازمة، البنا وجدار العدالة المشروخ، وعادت ريمة للبانة القديمة، وأخيرا إطلالة مبكرة ومهمة على مستقبل الملك. باشمهندس، النهاردة يمكن بدأ الأهلي استعداده لمباراة المقاولين. مباراة المقاولين يوم الحد اللي جاي إن شاء الله في الدوري، تم تعديل ميعادها عشان تبقى الساعة 5 بعد الظهر أو 5 مساء. وأحمد فتحي وعبد الله السعيد واحمد حجازي جاهزين لمباراه القمه او لمباراه المقاولين، بحسب تاكيدات الجهاز الطبي للاهلي انه اللعيبه الثلاثه الدوليين كان حصلوا على قسط من الراحه المباراه اللي فاتت لعلاجهم من اجهاد عضلي، والدكتور بياكد قرب دخولهم ان شاء الله للمباراه اللي جايه. نتمنى هذا، لكن انا زي ما بقول لك انا مش متوقع ان احنا نقدر نحكم على الاداء. انه ينتظم، يبقى احنا لو تفتكر احنا كنا بنقول الاهلي بقى له شخصيه، رجعت له هويته. تستطيع انك تعرف تشكيله، تستطيع انك تعرف اسلوب الاداء، التنظيم بتاعه. كان على فترات مش 90 دقيقه، وما فيش فرقه بتلعب على مستوى 90 دقيقه بنفس الوتيره خالص على مستوى العالم. يعني انت مش بتلعب نفسك يعني. انما كان الاهلي واضح انه باي فار او بعيد كان في اعلى معدلات اللياقة البدنية والفنية والنفسية. النهاردة لازم نستنى شوية، ماتش في اثنين في ثلاثة، بعد رابع أو خمس ماتش هنقدر نقول إن النادي الأهلي نبتدي نحاسب بقى
ونقول هل الأهلي ماشي كويس ولا الدنيا ماشية ازاي. كابتن حسام البدري يمكن عمل جلسة فنية مع اللعيبة اتكلم فيها على الأخطاء اللي ظهرت في الأداء في المباراة الماضية أمام الإسماعيلي وأدت إلى التعادل السلبي، وأيضا بيكلم اللعيبة على المهام الجديدة في مباراة المقاولين وإيه اللي محتاجه منهم الفترة اللي جاية. بينما الكابتن سيد عبد الحفيظ بيوضح حقيقة اللي تردد في وسائل الإعلام وقالوا إن الكابتن حسام البدري عقد جلسة سخنة ودش بارد ودش ساخن ودش دش نص نص لعلي معلول وميدو جابر. كابتن سيد عبد الحفيظ بينفي تماما انه الكلام ده حصل وانه على الاطلاق انه يكون المدير الفني غاضب او ساخط من هذا اللاعب. طيب. او ذاك. بمناسبه الدش الساخن والدش البارد والدش النص نص التشاش دي كلها دي من حقوق المدير الفني وحقوق اللعيبه، ودي مسائل قد تحدث وقد لا تحدث، وليس ولما تحدث ما هيش ما حدش هيعملها في العلن يعني. لكن تعال اقول لك كواليس التمرين النهارده. لان في اكتر من ظاهره مش هقول جديده ولكن ايجابيه ونظاميه بتقول لك روح المسؤوليه والنظره الى المستقبل عامل ازاي. النهارده في التمرين لما تشوف هتلاقي اللعيبه الاول، ادي كابتن حسام والجهاز الفني اجتمع باللعيبه في دائره الملعب. اللعيبة سلمت على الجهاز الفني، اللعيبة في ثنائيات بقت تكلم بعضها وتحفز بعضها. اللعيبة هيبان في بعض لقطات التمرين هنا ان ازاي اللعيبة كانت بتتحاور مع بعضها وبتتكلم عن الاداء، وازاي بيقولوا ما يصحش بعد كده ان احنا نفرط في نقط او يبقى ده ادائنا، و كل مجموعة خط الوسط مع الدفاع كانت واقفة بتتكلم مع بعضها وهكذا. هذا النوع من الشكل والالتزام والانتظام اعتقد انه بيعكس او بيطمئن ان اللعيبة حاسة بالمسؤولية دي. كمان في حاجة باشمهندس، فده مش شكل جهاز متوتر مع لعيبته. كمان في حاجة اعتقد المفروض تسعد جمهور الاهلي، لو بصيت على وجوه اللعيبة بهذا القدر من الـ الصرامة والجدية، الصرامة والجدية والحزن على النتيجة. احنا بنتكلم على نتيجة تعادل لمباراة للأهلي مع الإسماعيلي، يعني دي كمان القمة في الثانية في السويس، في السويس يعني مش في ملعبك، يعني مباراة خارج ملعبك المفروض كانت تبقى في الإسماعيلية بقت في السويس، وانت متعادل بره الأرض مع الإسماعيلي المنافس الثاني بعد الزمالك للأهلي، ومع هذا اللعيبة عندها هذا القدر من الإحساس بالمسؤولية والحزن والغضب على التعادل. هي دي شخصية الأهلي اللي انت أشرت إليها يا باشمهندس، ان انت هدفك الأساس انك تكسب اي مباراة في اي ملعب مع اي منافس. وبعدين النقطة الثانية، طب ما تيجي نشوف هو احنا بس اللي اتأثرنا؟ لما تشوف فرق المربع الذهبي مين اللي كسب فيه؟ مين؟ حدش، كله تعادل. يعني الاول المقاصة اتعدلت فاسعدت الاهلي والزمالك، فقال لك الاهلي رفض هدية المقاصة. طيب الاهلي تعادل متعادل رفض هدية الاهلي، الاهلي تعادل فاسعدنا المقاصة والزمالك. جه الزمالك خسر اسعد الاهلي والمقاصة. صحيح، ولكن هي ما فيهاش سعادة وما فيهاش شقاء. انما بتقول ايه؟ بتقول ان الاندية دي مش الفوارق بيعملها النجوم، بيعملها النظام الجماعي. فلما النظام الجماعي ده يتوقف وتبتدي من اول السطر الفوارق دي بتقل. صحيح، بتقل، بيغلب عليها اللي عنده حماس اكتر، واللي عنده بتبص تلاقي يعني في فرق المؤخره معظمها عامله نتائج ايجابيه. ايجابيه، واخد بالك؟ اذا يعني نحط دي في اعتبارنا بس، ونرجو واحنا بنقيم، لان دلوقتي ولادنا بقوا يطلعوا على الكرة العالمية ومنهم كتير ناس بتقرأ وبقوا حبوا فكرة الإحصائيات وعاشوا فكرة الانتماء للأندية بشكل يعني، حتى أنا خايف يبقى فيه بعد شوية ألترس في الـ في الـ في الـ في الكبار. لا، في هو الألترس مش وحشة، ألترس يعني الحماس الزائد، الذهاب إلى الأقصى، واخد بالك؟ في موضوع التحليل والتعليق، ان احنا نتكلم وعايزين الصوره تبقى مثاليه جدا، عمرها ما كانت كده. ما هو بدليل ما حدش خد 100% من نقاط الدوري عمره في تاريخه. صحيح، واخد بالك؟ ولا هتحصل.
فإذا القبول بعد مش بالقبول بالنتائج السيئة، لا، مين يقبل هذا؟ طب مين يقبل إن احنا نضيع ضربات جزاء وتضيع مننا السوبر؟ صحيح. لا، احنا في حالة غضب وحالة استياء، لكن احنا لما بنيجي نعلق هنا أستاذ إبراهيم بنعلق على الناس اللي بتتهكم وتحاول أن تنال من الروح المعنوية لينا. مش معنى أن أنا أديت بشكل سيء أو في عدم توفيق أن أسمح لغير أنه يصنع يعني لي مناخ سلبي. هو المثل بيقول لك إيه؟ أدع على ابني وأكره اللي يقول وأكره اللي يقول أمين. فإحنا مش هنقول أمين لحد بي 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 بيقترب من النادي الأهلي. لا، إحنا بنقفل على نفسنا، بنحاسب نفسنا، بنزعل، طبعا بنزعل. وفي حد ومش هنزعل على اهلاويتنا مع اي حد، ولا هم زي يعني في ولاد انا عارف ان حياتهم النادي الاهلي، وفي اسر انا عارف ان حياتها النادي الاهلي. متى كل كمان الدنيا ما تصعب بتروح للحاجه اللي بتدي لك البسمه طبعا هو النادي الاهلي يعني باذن الله يعني او الكوره وتحديدا النادي الاهلي. فده مفهوم، بس نبص لها بشكل واقعي. الأهلي كمان بيستكمل قوته وبيستعيد عناصره المصابة، رامي ربيعة ومسعد عوض بيشاركوا في المران، رامي بقاله فترة بعيدة عن الفريق للإصابة، بدأ يدخل في تدريبات الكورة، كان عنده جزع في الرباط الخارجي للكاحل، بينما مسعد عوض الحارس البديل كان تعرض لإغماء خلال مران الفريق أمس الأول لكنه عاد وشارك في التدريبات. أيضا في تدريبات استشفائية بقى لبقية اللاعبين، فكرة التدريبات الاستشفائية مع هذا الكم من المباريات المضغوط بتحتاج دايما وابدا من الجهاز الفني والجهاز الطبي جلسات استشفائية عشان يحاول يجهز اللعيبة سريعا. كابتن حسام البدري خصص فقرة خاصة في التمرين النهاردة للشوتينج او التسديد على المرمى، هتبقى كلها ضمن الحلول الفردية اللي بيحاول بيها الكابتن حسام البدري يضرب تكتلات دفاعيه للفرق المنافسه، خاصه انه حسام البدري بعد ماتش الاسماعيلي يمكن كان اهم كلماته قال لا الدور الثاني توقعوا منافسه اكبر بكتير من اللي كانت عليها في الدور الاول. خلاص كل الناس بتحدد مصايرها، كله بدا ينقذ نفسه، كله بدا يدعم صفوفه. باسم علي هو راخر عائد من الاصابه، الظهير الايمن يا باشمهندس جاهز ل المشاركة في مباراة المقاولين إذا ما رأى الكابتن حسام البدري هذا، لكنه من الناحية الطبية هيكون باسم جاهز إن شاء الله. وزي ما قلت لكم تم تعديل المباراة بقرار من لجنة المسابقات برئاسة الأستاذ عامر حسين لتقام إن شاء الله يوم الأحد الساعة 5 بدلا من الثامنة مساء، على أن تقام مباراة سموحة والمقاصة الساعة 2:30 الظهر بدلا من الخامسة. قرار اللجنة جه بسبب مباراة المصري وبطل نيجيريا اللي هتكون في اياب دور ال 64 في الكونفدراليه اللي هتبقى الساعه 7 مساء الاحد ان شاء الله. عامر حسين قال انه تقدم بالشكر لانديه المقاصه وسموحه والاهلي والمقاولين على تعاونهم وتقبلهم للمواعيد الجديده اللي فرضها ميعاد مباراه المصري وبطل نيجيريا في الكونفدراليه. المصري كان خسر مباراه الذهاب في نيجيريا 1-0. مروان محسن في المانيا يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله يا باشمهندس هيسافر عشان يبدا مرحله اجراء جراحه الرباط الصليبي، نتمنى له منها ان شاء الله سرعه الشفاء والعوده باذن الله. هال سيتي الانجليزي بيراقب احمد حجازي تمهيدا لضمه في الصيف، ده على مسؤوليه اليوم السابع. يعني ما اعرفش هو اللعيب طبعا قال لهم انا برضه على مسؤوليه اليوم السابع، يعني يكلموا النادي الاهلي. طيب دي جولتنا الاخباريه، وقبل ما نبدا ندخل في الموضوعات ده جماعة اللي بيلعب فيه احمد المحمدي واللي كان بيلعب فيه جده. صحيح. هناخد بعض اتصالاتكم كده السريعه ان شاء الله. عصام من الشرقيه، يا استاذ عصام. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساء الخير يا استاذ ابراهيم، مساء الخير يا استاذ محمد عادل. اهلا بيك يا استاذ عصام، اتفضل. اهلا يا سيدي، اتفضل. مرسي على دائما الابداع والتالق المهندس عزلي والاستاذ عزلي. اهلا وسهلا، اهلا بيك. واشكر فريق العمل والاعداد على البرنامج الطيب والمتميز والجدير بالاحترام. شكرا. طبعا انا بتكلم بس الاول على مباراه الاسماعيلي. طبعا
الكابتن حسام البدري، اربع تغييرات حصلوا بالنسبه لمباراه الزمالك والسوبر، يعني اربع تغييرات يعملوا دروب في اي فريق. محمد نجيب بدل احمد حجازي، علي معلول بدل مرتضو، مودي جابر بدل وليد سليمان، وعمرو جمال مكان عبد الله السعيد. طبعا موجود في تشكيل ثابت الفريق، واي اي اربعه او ثلاثه من ثلاثه لاربعه لازم يعملوا دروب، المفروض يبقى التغيير واحد واثنين، لان هو طبعا ما فيش اصابات تستدعي التغيير لاربعه، عايز يدي فرصه بيبقى واحد واثنين، في ثلاث تغييرات عنده مثلا بيحاول يستفاد بيهم اثناء في المباراه، مثلا لعيب مصاب بيبقى غصب عنه لازم يغير. فالقصد الكلام هو بيحاول يدي فرص للعيبه، لكن تدريجيا مش باربع التغييرات، مش هقول اصراريه ليه؟ لان هو متحكم في التشكيل من البدايه. لا خد بالك يا استاذ عصام، هو التغييرات مش بالضروره نتيجه اصابه، لانه ممكن يكون في لعيب داخل على مرحله اجهاد اشراكه قد يخلق اصابه، وفي حد بيبقى مجهد محتاج يريح، هو لازم في امور تقديريه للمدير الفني حسب الحاله اللي هو شايفها، اللي بالضروره او مش بالضروره كل الجمهور عارفها. في كل الاحوال ده معناه ايه؟ هنا الاستاذ عصام بيطلب التثبيت. لا تثبيت التشكيله يا استاذ علي، اكمل بعدين حضرتك. اتفضل اتفضل اتفضل. اللي انا اقصده ايه؟ ان انا مثلا في ترايل مباراه، ترايل ماتش، بوبا في لعيب لابد انه يدخل مع الفريق بيثبت جداره الاول في التمرين، بدي تدريجيا، بمعنى مثلا الواحد زي ميدو جابر بقى استاذ عصام، يعني دي بديهيات طبعا قدام الجهاز الفني يعني. طيب. وهو اكثر واحد هيبقى عارف حدود وظروف كل لاعب. هو اضرب لعيبته طبعا، ما قلناش حاجه، برضه بضيف نقطه ثانيه ان في لعيبه لابد تاخد فرصه اكتر في الفتره اللي جايه. بالنسبه لجون انطوي برضه، بص انا عايز افكرك بحاجه بس، عشان دي اشكاليه كل الناس بتقع فيها يا استاذ عصام، الناس بتطالب بتثبيت التشكيل وتطالب ان كل اللعيبه تاخد فرصه، مع ان دي عكس دي، يعني واخد بالك؟ دائما يعني هتلاقي كل وجهه نظر ليها انصارها، بس في النهايه هو حضرتك لو ثبت التشكيل لابد يدي حاله من الارتياء لبعض اللعيبه، لان كل لعيبه عايز طبعا ياخد. كل واحده فيهم ليها ظروفها وضحاياها. طيب بالنسبه في نقطه ثانيه باشمهندس عادل بعد اذن حضرتك، بالنسبه لجون انطوي برضه ده انا بقارنه باسامه حسني. اسامه حسني مع الجزئية ما كانش بيدوس عليه في التمرين، في لعيبه نوعيه مثلا محمود خطيب من احسن اللعيبه كانت بتدي، لكن في التمرين ما يقدرش يندافع عليه لانه ممكن يبقى عرضه للاصابات. جون انطوي برضه دي بتبقى برضه بترجع للمدرب انه يحتضن ويعرف امكانيات لعيبته، لان جون انطوي كان بيلعب في الاسماعيلي ثالث ورابع وخامس دوري، وواخد هداف دوري، ودانه لعند ما سافر السعوديه وهو هداف دوري في الدور الثاني. برضه كان في الاهلي، مع احترامي للكابتن حسام، هو جون انطوي جه في توقيت كان الاهلي برضه مش في التوب، خدت بقى حضرتك، وبناء عليه برضه مش يعني كل مدرب بيختلف في فكره. جون انطوي حتى ما خدش فرصه كافيه مع مارتينيول، يعني مش مع حسام البدري بس، ولكن اهو خد فرصه للاعاره، خد فرصه للاعاره عشان يلعب في التمرين حضرتك يا استاذ عصام. ماشي، خد فرصه للاعاره جون انطوي، ونتمنى ان هو اكيد حسام البدري هيكون اسعد واحد لو جون انطوي يعني مش كويس. يعني خلاص وجهه النظر طبعا استاذ عصام، عشان في تليفونات. الاستاذ طيب. محمود من المنيا، متشكرين الاستاذ عصام. استاذ محمود السلام عليكم. سلام ورحمه السلام. الله ازيك يا ابراهيم بيه، ازيك يا عادل بيه؟ اهلا بيك يا استاذ محمود. البرنامج بتاعكم بانجح برنامج شفناه لغايه النهارده، بس العيب الوحيد الرد الدبلوماسيه، يعني الناس اللي بتهاجم النادي الاهلي زي عادل بيه، يعني مصطفى ينزل مش متابع الاهلي يطلع شموم في النادي الاهلي. احنا بص عشان نقطع الموضوع ده، دي مش حاجه جديده، احنا دي طريقتنا، احنا نفرض اسلوبنا، احنا ما حدش هيجرجرنا لخناقه ولا لاسلوبه، دي طريقتنا، احنا نعتقد ان علينا مسؤوليه تجاه المجتمع. مسؤوليتنا ان احنا لا نستدرج الى المعارك اللي خارجه عن النص، وده اسلوبنا. مش هنكون نقدر، لا نكون شتمين ولا نكون متعصبين ولا مش هنقدر. اتفضل. البرنامج بتاعكم ده يعني من الكبير الخبيث. خلاص اقبلونا بقى كده. مشكرين يا ابو ريبيرتو وعادل بيه. شكرا شكرا يا استاذ محمود. محمد من الجيزه، استاذ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا باشمهندس؟
اهلا يا حبيبي، ازيك؟ ازيك يا استاذ ابراهيم؟ اهلا بيك يا استاذ محمد، اتفضل. انا ببارك لحضرتك يا باشمهندس الاستاذ ابراهيم، وبقول لكم عوده حميده، والله وحشتونا كتير قوي. شكرا، اتفضل يا حبيبي. الحقيقه يا باشمهندس انا عاوز اتكلم على الناس اللي هي بتتحكم على الاهلي، وخصوصا في المباراه الاخيره لما واحد طلع وقال في اذاعه تشاور الرياضه ان الاهلاويه يضغطوا. إذا كان هو الراجل ده بيحاول يمد الجسر من تواصل بينه وبين رئيس النادي عشان يرجع يدرب تاني، فهو وهمان. دي حاجة. الحاجة التانية أنا برضو بعتب على حضراتكم، لأن كنتوا بتردوا على ناس ما همش ذات قيمة، لأن أنا إحنا نرد عليهم. أهو بص، أنا أرد على واحد أو على أنت ناس. عكس محمود، يعني محمود كان رأيه لا لازم نرد، والرد مش عايز رد دبلوماسي. أنت مش عايز رد على ناس معينة خالص. انا بس وانزع الناس اللي تستحق ان انا ارد عليها، لكن احنا فضل. يعني ملك وكتابه، لو انت تفتكر من بدايه حلقاته احنا بنقول يا جماعه احنا ما بنردش على الاشخاص، احنا بنرد على المضمون، واخد بالك؟ ليه المضمون ده مش مهم مين اللي قاله، ممكن يكون قاله حد تقيل له قيمه وله وزن ويجب الرد عليه، او حد انت شايفه وزنه اقل ما ينفعش يترد عليه، لا ده يهمنا ولا ده نعمل له اعتبار، احنا المهم في المضمون، لأن المضمون ده لما بيتردد بيخلق رأي عام غلط، بيدي انطباع أو صورة سيئة. فإحنا تملي وأبدا معنيين باللي بيتكتب مش بالكاتب، وباللي بيتقال مش مين اللي قاله. تمام يا أستاذ إبراهيم. الأستاذ سويد من البحيرة، اتفضل يا أستاذ سويد. أيوه يا باشمهندس، مساء الخير. مساء النور، أهلا. إزاي الحال يا باشمهندس؟ الله يخليك، اتفضل. اولا انا مع الاخ محمود، ما يستاهلوش حد يرد عليهم، وبعدين يعني حاجه المفروض انهم هم يبقى عندهم فرحه هستيريه لانهم مش متعودين على البطولات. الحاجه الثانيه ان بالنسبه للناشئين بتوع الاهلي، انا شايف ان في ناشئين بيطلعوا كده وبيروحوا ببلاش من الاهلي، يعني احمد حمدي في المصري لاعب ممتاز، فيه قبل كده احمد العيش وعبد الله عبد العظيم، واللهم صل على النبي. ده انت قديم ومتابع كل حاجه اهو. انا متابع الناشئين يا باشمهندس، وفي ما هو خلي بالك، بس احنا عندنا 25 او 30 لاعب كل سنه، هتحط ده هيخرج ده، هترجع تتكلم على اللي خرج. هي يعني المفروض يدول يتسوقوا، يعني في 10 اعراض السنه نصر مار حاضر يعني حاضر باذن الله هنشوف لها حل، عشان كده بنطلع اعراض كتير دلوقتي. الاستاذ حسن من القليوبيه، استاذ عدلي اتفضل. كابتن عدلي اهلا وسهلا، اتفضل حضرتك يا استاذ عدلي. استاذ ابراهيم منين؟ الله يخليك يا استاذ حسن، اتفضل اتفضل استاذ حسن، اتفضل يا راجل. ده انت في القليوبيه، امال الراجل بتاع اسوان يعمل ايه؟ طيب يبقى فصل ونطلع فاصل.